معي للمتابعة وتحليل الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، مصر دوما يعني تواصل دورها في دعم القضية الفلسطينية وتؤكد رفضها لكل محاولات تصفية القضية. كيف ترى دور مصر منذ بدء الأزمة وحتى الآن، خاصة مع استمرار جهودها في استئناف مفاوضات القاهرة لوقف إطلاق النار وجهودها في وصول الإمدادات الغذائية لأهالي القطاع المحاصر؟ هو طبعا من بدايه الازمه، من يوم 7 اكتوبر حتى اليوم، هنجد ان الدور المصري هو الدور الاقوى على مستوى العالم ككل. مصر بتقود العالم من اجل انهاء هذا الصراع بشكل سريع جدا، انهاء المذابح الجماعيه التي شفنا من بدايه الازمه. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث مع قاده العالم، وايضا اقامه أمر السلام في القاهرة، وكلمة الفتاح السيسي والثوابت المصرية المستمرة التي لم تحيد عنها منذ اليوم الأول، وهو الوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين العزل. النقطة الثانية المهمة جدا اللي هي إنفاذ نقول المساعدات بشكل مستمر، والمسار الثالث اللي هو حل القضية الفلسطينية بإقامة دولة على حدود الرابع من يوم 67. مصر لم تدخر جهدا من اجل تحقيق ما اعلنته منذ اليوم الاول. شفنا ايضا القرار المصري بمنع تصفيه او رفض الكامل لتصفيه القضيه الفلسطينيه ورفضها على حساب الدوله المصريه اذا كان هناك مخطط لتهجير اهالي قطاع غزه الى سيناء، وهو ده اللي وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي خط احمر، ولم نسمح بتصفيه القضيه الفلسطينيه على حساب الدوله المصريه، ونرفض اي فكره من افكار التهجير بالنسبه للشعب الفلسطيني من قطاع غزه الى سيناء. نعم. طبعا النقطة المهمة جدا اللي مصر قامت بها بدور كبير جدا اللي هو إنفاذ دخول المساعدات إلى قطاع غزة. احنا من اليوم الأول المعبر مفتوح، ولكن كان هناك تعنت إسرائيلي واضح أمام العالم كله بقصفها للمعبر برفح 4 مرات، بوابة رفح من الجانب الفلسطيني ورفضها، ثم بعد ذلك تعنتها، وكان مصر من اليوم الاول الشاحنات تقف على بوابات معبر رفح، الا ان التعنت الاسرائيلي واضح من جانب قطاع غزه. ايضا كان موجود الامين العام للامم المتحده بوتيريش، وايضا الات الانباء العالميه كانت كلها متواجده في وسط ما يحدث من قبل الجيش الاحتلال الاسرائيلي. وايضا على الجانب الاخر مصر كان في موقف واضح وصريح من الرئيس عبد الفتاح بمنع دخول اي من يحمله الجنسيه الاجنبيه من قطاع غزه الى مدينه رفح المصريه الا بعد دخول المساعدات الى قطاع غزه. وايضا مصر قرار العريش امام كل المساعدات الدوليه. مصر 80% من المساعدات التي تدخل الى قطاع غزه هي مساعدات مصريه بالكامل. صحيح. على النقطة المهمة جدا والأخيرة أستاذ جميل، لأن الوقت داهمنا، تفضل. النقطة المهمة جدا اللي هو الوصول إلى تهدئة. مصر بتسعى في الوقت الحالي الوصول إلى تهدئة وتبادل الأسرى وحل القضية الفلسطينية. أشكرك الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام.